السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ما أورق عود وأسلم الله أكبر ما ظهر نجم في السماء وأزهر الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأدبر الله أكبر الله أكبر ما أسعوا إلى طاعة الله وأخرجوا من فضل أموالهم فطرة مع اليتيم والفقير والتكبير الله أكبر ما تجنبوا البدع واتبعوا شريعة سيد البشر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما صلى الصائمون العيد متذكرين باجتماعهم هول المحشر الله أكبر ما اتقى إمامهم فوق منبر ووعظ وذكر وهلل وكبر الله أكبر ما جلسوا مصغيين لسماع الخطبة كمن هو للحساب محضر الله أكبر ما تجلى الله عليهم بمواهب الإحسان والإكرام فنالوا الحظ الأوفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى ونبذوا أفعال العصاة المسلمين الله أكبر ما أخذت مسلمان الخيرة على الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر في كل وقت وحين. الله أكبر. ما تصافح المسلمون وتصالحوا على فعل الخير وتركوا خصال المعاندين. الله أكبر. ما تذكروا النفس وعملوا ما ينفعهم في يوم المحشر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر لله الحمد. سبحان الأبدي الأبد. سبحان الفرد الصمد. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله. الحمد لله المتجلى برحمته على عباده القريب من أهل محبته محمد رسول الله صاحب الآيات المعجزات والبرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما هلل مهلل وكبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس إن يومكم هذا يوم سرور وبهجة وحضور لمن صح ومن خطأ. هذا يوم عيد ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين وبالمواعظ اعتبر. هذا يوم الفلاح والنجاح لو كان المسلمون فيه مختلفين متحدين. هذا يوم سعيد لو كنا لمستقبلنا عادلين. في هذا اليوم المبارك تتجلى المولى بمزيد الإنعام على عباده المخلصين. ينظر فيه إلى من تاب وأنابه وراقب في السر والعلانية. إنما العيد والنجاح لمن فاز بالقبول وحسن الختام فنال الحظ الأوفر. فطهروا رحمكم الله قلوبكم بالتوبة واتركوا البدع. سيروا إلى ما أمرتم به وتمسكوا بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه. أدوا زكاة الفطر للفقراء فإن صيامكم معلق وبدون آدائها لا يرفع. فالميمون من اجتهد في أدائها والمغبون من قبل الله الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فتصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله بارك الله لكم في القرآن العظيم نفعنا إياكم بآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.
فجعل الله ما بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء والمجاهلون منا وارفع اللهم بختك وغضبك عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بك نستنصر فانصرنا اللهم بك نستنصر فانصرنا اللهم بك نستنصر فانصرنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نرجع فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين إلهنا هذا حالنا لا أخفى عليك وهذا ظرفنا ظاهر بين يديك فآمنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم وفقنا لطاعتك وخدمتك وما تحبه وترضاه اللهم نق قلوبنا من الغش والحسد والطمع والبغضاء والمعاداة اللهم احسن ختامنا وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وارحمنا برحمتك الواسعة فإنك أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واحشرنا في زمرة أولئك الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قلنا تقوكو إذا عام بحرنا خطبة إكاو لهي عيدي أليو إكاو يمسلم كامل ووحرما مسير همدهم يمسلم كامل ووحرما سيوان زمبالنا بادي واتكليزاو يا عبادين da ungar sharikiana haruma ibada nzima baada ya sharikiana haruma yetu mwishi yabanu ndo enamna ikao ni hutuba yatekeleziwa hutuba ikao haina mtu nasi mtona kaende uongoziwa hutuba ikao yadi sawo muyo Yandi say la ilaha illallah. Yamba uka la ilaha illallah. Kangi obahan ukabaka nkudi. Hamade namna ikawo yembevo. Ohenda kesubidi mga kena muwa nkudi. Yabunga mambo hojumlifu. Sina ukanti haruma hadetai. Shando ukaya rijahum duniani, rijel abudia mnyezi mungu, za ibada izozo ntipi ya zope leo. Ngaza ndozi hose umo. Renda mbego ni, yemionga angali wao, haina ulona mkudi, wenda umrona. Haina ulona hafu, wenda umbego ni. Haizo mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. أموكا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. موضوع القيامة من يد سبحانه وتعالى بجوهورا يزين ديا جوابك الشريان. أبو ماوكا بجو زبورا هو جابه ونكاكا سكايا. وكان في هرم مدري ala kungwa ngwa kurahia nao haruma za ibada hizi ani haruma imastarejia shata alaikao
يبقى إلى هذا عبادة في قرية أنها أو كيف إلى هذا عبادة زينه لقد وسمي زينيني كيف يسمونه جدي معنى الكوبة كما حديث بها لابن عباس يا موكا يا موكا يا ملائكة واتملياو هرما زنزية وكاجما هلمان نهما وكايا يزلي وا زمرو يقوني ها زلي وزايا يزلي يزلي سبحانه وتعالى وقوي دمني وكا كاتنا رنغوي تولو توكايا غوغوثين ليوما زمبيا هاي يزون يزلي وا هاو كم يغوثين ليوما زمبيا هاي إذا تونغا زوهونيس ekali kupfirliwena dhambi yatu kavana ukaumani kavana ukafitina kavana ukanamna yokaya nuhangale nayo za ibada ngazichohenjeza ye madhambi ngatupunguza ketubidi nihime bana na befaswa au kaka mnauyelewa efaswa hiyo ينفسوها يو كم نوية لوا غير لازمون نانغالية إنغا مفانيو إنغا مدنو دامون دوكو كوبالي كابتي زون نمباو زو زو كويبي أو زون رام سيما طلبة تعل اللوبان إكا كار جرم يزنو سبحانه وتعالى راهو زون مجيون راكا بزيما بحنغا بزو جان راجي وجورا من يزمونه وجو سجين يم يزمونه هو وكان زيتان زما هل بعد ابو موسى تسيتين وقتين غدو غدو واكو ان جاوين من ينو هاو كايا كان زين على هنا من يكون رو لو زهامبا اخوت بيت كده زابون رو يامبا وكايا يدي سندي افازا نيوميني شايدي yomru ya zingara yeshio shamu ya zingu subahana wa ta'ala ya zingare dini baheni wakati wa zingara ando ya dini kujoshi na utoosha nzana ekanga na ndo ulipanya dini wa ndo uliwa na kanga ulipanya dini bahinga majuja ndoaji ya zingu subahana wa ta'ala hazamba harumwe shio shahada wa intatawallaw yastabdilu qawman ghayrakum ثم لا يكون أمثالكم. أكم جيزة دين. ميرادين قولي. بهم يزم مجو جانا رواجي. إكاو قوانا وكا حمداني. بهنا رزم يزم مسلمة طلبة علم. واتي جو جان رواجي. إكا كباجاجا وان رواجي. بهم يزم مجو يوتو يوبي هما كافيري. واجه وزر زنغرزي. زنتم مجو جوانا من نيمو. حتى الوسجدية أما دي نمنا زهن دعو لمنقوة كسلام نيزم قياتو جالا يولم هاو كايا وابدن ويدنية هاو هلا قم نيزم سبحانه وتعالى هنديها هبازن تزاكيزم قوة واتو جوم نيزم قوة حتى هلا بعد أنقوة وسجدية وزن قوة دونقوم بي إما Mnyezi Mungu kwa wangu nasema Islamu wajura Mnyezi Mungu rahanasi. Waji warengeze kwa maana zinu, wazende sehena mna Mnyezi Mungu ya zandawa. Hau ya pwe makafiri, waji warengeze zinu za hatu, liwa sijidi ya watu anza kusijidi Mnyezi Mungu subahana wa ta'ala. Vanu, gabo kaulu ikao riju haririsi bo mjijubano parmosu kuja leo nemu rabbi wahad fadhul bin abdillahi kama lile hamoka wo mji uka kabla ya hatu wo mji ngojuma ishi baada ya hatu eya baba sasisi liyo enga rufanyao almuradi ngamweshelelo mgongo wa mtu wa siasa wa henchi yenu
hamboka haini wakati kaundo la Tanganyika bazima harumaya nchi bahilo wakati lipanyonongo li Tanganyika bazima za partizan tipia likomboa ya Komoro haja na mifano miji shu wakati ya Komoro ya kaulengete panda batili za partizan tipia zende hiye mahaja anarikana nyimani umjituwa ritangani hamyezi mgu subahana huwa taala hene harwane amalatu kwa uzifikiri zija eka tushukuri hamyezi mgu subahana huwa taala kwa shukuri andu wakari kwa zizi rijweka izo neama hamyezi mgu ya alifanyi bia mili milioni jana na mengo miranda na mengo miranda na sana milioni zote jafarozi wana mjuhu msaada Mwenyezi Mungu harere yazo rikana mnaika kuwanu wa iftari hunu msina juma haina mdiyo bali mnaika kuwa yaja halafu Mwenyezi Mungu heda hariveshea maturki umahaunu warere ya iftari tuluka harijetu funguwe wasiche shatena lifunguze wasa atena haruma mijimiru aji yoneama yabu Mwenyezi Mungu hakaudhoni soka ni wakati mjoka bazima bahinga mjoka wangu mkema imamu wa hawa Komori wajaalna lilmuttaqina imama hilo kwenye mtutahan lete ya kutuba ikana lugha wako haswa haswa tisonti pia lelewa ya kondo wamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya nike uzingari kundo wa hedini ya nike ubazima na wamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haina zami lo humchini hunu Mwenyezi Mungu ya litowe ili riaishi bebani hun duniani riaishi bebani akhira akulu kawli hadha wa astaghfirullah alihi wa lakum كل عام وأنتم بألف خير إيد مباركة ونياسي مسلم ولهن بزهان رمضان سنة تزيد هذه الدنيا رب شريعة وإيدين جما نيزب سبحانه وتعالى بجذيك ري فنقتم جما رسول ترى وهن جما ركمن قرمان ركول وكباليوا أرمو زيون ركمن قرمان وارد فسعادة إن شاء الله تعالى عيدنا بشرى إن شاء الله نبانم اليوم كيوانونو amfurahi jasibu lomu nilifurahiyo mbar nike tawfiki ya amali jema na taa inshallah salamu alaikum ngarangwa shaba asinu waliho repersano siku jaleo rambe ya definiso ya heidi inu babanu ngabangwe leonai nutida mamichi ngane leonai shari ngaranzor sanirleke zowanu dokaya banu rikana mjeni mtukufu kao mwezi huo mdo akojisi proshiso afina Mwenyezi Mungu alafu tu jamlo kaba sangwe nzahe alafu edini ketutogeza kaba nukangara jibi wao vani inu fura inu hamu shai furahande lobo juu umfano hendri wakata basa umama mru ya beha mrufara nta hata muda minji ya tuja alafu ya haja ila furahanta shai matozi ya ndisoro alafu inu hamu shai furahande lobo juu